طيب يا مس، يعطيكم العافية. خلينا نكمل حل الأسئلة. طبعا عندكم يا مس، نكمل حل الأسئلة. السؤال يا مس الموجود بصفحة 28. السؤال الموجود في صفحة 28، وبسؤال 29 بصفحة 29. الحل فرع يا مس 8 وفرع 11. فرق 8 وفرق 11 يا مس، بنحل فرق 8 وفرق 11. طيب يا مس، بحكي لك اكتب الرمز اكبر او اصغر او يساوي. بتطلعوا لي هون يا مس، عندنا البسط في الكسرين متساويان. لما حكينا يا مس انه البسط في الكسرين متساويان، المقام الكسر الاكبر بكون اللي مقامه أصغر. مين يا مس المقام أصغر، ال 11 ولا 15؟ ال 11 مقامها أصغر، إذا يا مس هذا هو الكسر الأكبر. إذا يا مس إذا هو هذا الكسر الأكبر. طيب يا مس، طب لما يكون العكس، لما يكون المقام نفسه، لما يكون المقام نفسه بقارن عن طريق البسط، والكسر الأكبر اللي بسطه أكبر، الثمانية والخمسة أكبر يا مس؟ الثمانية. أما عندي هون يا مس المقامات تساوت، أما هون يا مس عندي البسط اللي تساوى، عندي البسط يا مس اتساوى. هون عندي المقامات، هون يا مس عندي مين؟ البسط هو اللي تساوى. لما يكون عندي البسطان متساويان في كسران، فالمقام الأصغر هو الأكبر. ولما يكون عندي مقامين نفسهم في الكسرين نقارن عن طريق البسط، والكسر الأكبر اللي بيكون بسطه أكبر. طب يا مس نفس الإشي هون، طلعوا لي عليها. 5 على 8 وخمسة على ستة، إذا لاحظتوا هنا تساوي في كمان البسط، وحكينا المقام الأصغر هو الأكبر يا مس. المقام الأصغر، مين أصغر، الستة ولا الثمانية؟ طبعا الستة، إذا 5 على 6 يا مس هي الأكبر. طيب هون 4 على 7 و1 على 5 يا مس، زي ما أنتم ملاحظين هون ما في لا بسطين متساويين ولا مقامين متساويين، لا بسطين متساويين ولا مقامين متساويين. شو بدي اعمل؟ بدي اقرر. ممتازين. طيب الواحد اقرب لنص الخمسه لاثنين ونص، ولا اقرب للصغر؟ طبعا اقرب للصغر. ممتازين. اذا 1 على 5 تقريبها يا مس كم؟ 0. 4 على 7 يا مس، الأربعة قريبة من نص المقام، الأربعة قريبة من نص المقام، نص المقام 3.5. لما يكون يا مس البسط قريب من نص المقام، بكون التقدير هون يا حبايبي نص، التقريب نص. مين أكبر يا مس، النص ولا الصفر؟ طبعا النص، طبعا النص. ودائما بتكون الإشارة بطنها مفتوح للعدد الكسر الأكبر. اطلعوا لي هون يا مس، اطلعوا لي هون يا مس بهذا السؤال تصاعديا نرتب. شو معنى تصاعديا؟ يعني من الأصغر يا مس للأكبر حبايبي، الأصغر للأكبر. طيب عندي 3 على 7 وعندي 3 على 10 وعندي 3 على 6. إذا لاحظتوا يا مس بجميع هون الكسور مع المقامات متساوي، البسط متساوي. طيب لما يكون عندي البسط متساوي، حكينا المقام أصغر هو الكسر الأكبر، المقام أصغر هو الكسر الأكبر. إذا يا مس بمعنى حكي أصغر كسر اللي مقامه أكبر. طبعا هون أول كسر، لأنه 10 أكبر إشي في المقام، فمعناته هي أصغر إشي. بعدين يا مس
ثلاثة على سبعة، السبعة أكبر من الستة، وبالتالي ثلاثة على سبعة أصغر من ثلاثة على ستة. إذا صفة هون عندي يا مس ثلاثة على ستة أكبر كسر من هاي الكسور، أكبر كسر من هاي الكسور لأنه مقامها أصغر مقام. إذا لاحظتوا يا مس عندنا هون 2 على 7 و 6 على 9 و 1 على 4 ما تساوي لا في البسط يا مس ولا في المقام، لا بالبسط يا مس ولا في المقام، لا بالبسط ولا بالمقام تساوي. طيب فأنا هون بدي ألجأ يا مس لطريقة التقريب. طيب خلينا نقرب، 8 صحيح و 1 على 4، 8 صحيح و 6 على 9، 9 صحيح واثنين على سبعة، إذا يا مس هذا رح يكون آخر واحد لأنه رح يكون أكبر واحد، تسعة أكبر من الثمانية صح؟ فأنا بدي ألجأ أقرب هدول التنتين لحتى أعرف مين أصغر وحدة. طيب يا مس الواحد أقرب من الصفر، إذا الربع هون تقريبه يا مس صفر. قريبة من نص المقام اللي هي 4.5، إذا هاي تقديرها يا مس 8.5 صح؟ وهاي تقديرها يا مس كم؟ 8، لأنه 8 وصفر 8، 8 زائد صفر 8. مين أصغر إشي يا مس؟ 8 وربع أصغر إشي، بعدين 8 و6 على 9، بعدين 8 و6 على 9. حطيت هاي اخر وحده لانها اكبر وحده لانه عدد الصحيح لها اكبر من الثمانيه بالعدديه الكسريه